السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إخواني أخواتي في برنامجكم أسئلتكم تهمني. السؤال يقول بإذن الله تبارك وتعالى: الحلم بالموتى من الأهل والخال والعم، وما تفسير كلمة الحفظ العقاري في المنام؟ الحلم بالموتى ومن الأهل والعم والخال يدل على أمرين، يدل على السحر المدفون تحت الأرض في الغابات والحدائق وفي النزهة، أو يدل كذلك إذا كنت تحلم بالقبور كذلك فهو يدل على سحر مدفون في القبور. ولكن الحلم بالموتى من الأهل والخال والعم بعض الأحيان يدل، يعني بعض الأحيان ليس دائما، يدل حتى على الحزن. يعني بعض الناس إذا مات له قريب أو حبيب وبكى عليه يوما أو يبكي عليه شهر أو أسبوع، كل مرة يبكي عليه دائما يدخله شيطان يسمى شيطان الحزن، وهذا شيطان الحزن دائما يسبب لك البكاء كلما يدخلون، وهؤلاء شياطين الحزن كشياطين العين والحسد. شياطين الحزن يكون متعددين، قد يكونون 10 20 قد يكون أكثر، وخصوصا عند الناس الذين يكونوا زهريين يكونوا في أكثر حتى من 20 شيطان للحزن. لذلك تجده بعد أن بكى على هذا الميت دائما يبكي، دائما يبكي، دائما يشعر بأنه يريد أن يبكي بعد هذه الجنازة أو بعد ما وقع في تلك الحزن أو تلك المصيبة، دائما يشعر أنه يريد أن يبكي، يريد أن يبكي كثيرا، يريد أن يبكي، وهذا ويدخله هذا الشيطان الحزن في قوقعة لا يستطيع أن يخرج منها إلا أن يشاء الله عز وجل. لذلك قلت لك التفسير: الحلم بالموتى والأهل يدل على السحر المدفون تحت التراب، ويدل على الحزن كذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك إن شاء الله إنسان إذا بكى على ميته فليطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبكي عليه ما استطاع ولا يحمل نفسه ما لا تطيق، لأن هذا يدخل في عدم الرضا بقضاء الله وبقدره، وعلى التكلف، على التكلف للنفس ما لا تطيق، فإن هذا يمرض العين ويمرض الجسد والروح معا، ويدخله في حزن كبير، والدنيا ليست هكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.